فات كنت بتكرم من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية. في بداية الحفل في بنت غنت جمعية أولادنا أغنية صعبة جدا لأم كلثوم، ويعني بوظت تقريبا الحفل، لأن كل اللي بيكرم واللي بيتكرم بقى الكلام عليها، يعني ما حدش حاسس بأي حد كان موجود غير بيها. اتكلمت مع مدام سهير بسرعة كده قبل ما أطلع أخد الجايزة بتاعتي، فحييتها طبعا على المجهود اللي عاملاه، فقالت لي بعمل لهم أغنية وخلصنا الكلام وخلاص. طلعت من باب ان انا يبقى في الزام عليا عشان واحده ما يرجع بقى ما يتشغلش ليا والحاجات دي كلها. انا قلت حفله ساعه ان انا في الزام عليا مدى حياتي، يعني ما حييت ان انا فتحت امر جمعيه اولادنا في اي حاجه يطلبوها مني، في اي اغاني، في اي دعم اقدر اعمله. والنهارده احنا على وشك الانتهاء ان شاء الله من اغنيه، بنعمل لهم اغنيه مش عاملينها بصراحه، خدنا وقتنا فيها زي اي اغنيه بتتعمل لاكبر نجم في مصر، هما يستاهلوا ده وموهبتهم تستاهل ده. اللي عايز اقول ان الولاد دول يعني عندهم موهبه، مش بنعمل الاغاني لاي شيء غير ان هم يستحقوا ان هم يتم دعمهم. العمل هيطلع بشكل غير مسبوق، في مفاجاه، نجم او نجمه هيشاركوهم في الاغنيه، تبقى اغنيه جماعيه. عايز اقول لحضراتكم اليوم ده دايما واحد من اجمل الايام الموجوده عندنا في السنه، هو يوم الاحتفال باولادنا بتزاوج الاطفال. السيد الرئيس عمل 2016 عام الشهيد، 2017 عام المرأة، 2018 عام زوج الجدران الفاسد. اهتمام السيد الرئيس بهذا الامر هو رساله للعالم كله، رساله للمصريين الاول ورساله للعالم كله. احنا مهتمين جدا باولادنا من زوج الجدران الخاصه. كلمه رعايه الرئيس لاي حدث، على فكره عندنا احداث رياضيه كبيره وما بتضاعش تحت رعايه الرئيس. ممكن تبقى تحت رعايه الوزير، تحت رعايه الرئيس. عشان الرئيس يوافق على وضع الايفنت تحت رعايته، رسالة مهمة جدا، مش للإيفنت، رسالة مهمة جدا لكل المصريين، لكل الميديا، لكل العالم. إن شاء الله هنبتدي يوم 27 أبريل. أتمنى النهارده لغاية يوم 27 استعداد لأولادنا في كل التدريبات الممكنة وكل اللقاءات الممكنة، ولازم يظهروا قدام 31 دولة جديدة إن إحنا أعظم دولة، والفواكه بتاعنا مشارك بأكبر